بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدي الرئيس المجلس الأمة الموقر، سيدات وسادة الأعضاء المجلس، حضور الكرام. إن المداخلة التي أتشرف بتقديمها أمام مجلسكم الموقر تتعلق بمشروع قانون يعدل ويتمم قانون رقم 1904 مؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 متعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل. ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع إجراءات ترمي إلى تكييف إطار قانوني والتنظيمي المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل مع التطورات المسجلة على مستوى سوق العمل، من خلال تخفيف الإجراءات سارية المفعول في مجال التوظيف والتنصيب. ويهدف هذا التعديل إلى تقليص أجال معالجة العروض للتشغيل من 21 يوما إلى 5 أيام كحد أقصى. سيد رئيس مجلس الأمة، سيدات وسادة الأعضاء المجلس، تعتبر عملية التحسين وعصرنة التسيير سوق الشغل من بين أهم المحاور المخطط عمل الحكومة الهدف إلى ترقية التشغيل ومحاربة البطالة في ظل مقاربة الاقتصادية الجديدة. وقد عرفت الوكالة الوطنية للتشغيل لنام منذ 2006 تغيرات جذرية لا سيما في مجال العصرنة، والتي سمحت بما يلي: وضع منظومة إعلامية جديدة، إنجاز النوماكلاتور للمهن والحرف، وضع معايير ومناهج جديدة للعمل، تعزيز الوكالة للتجهيزات، وتتمين الموارد البشرية من خلال برنامج واسع للتكوين والتوظيف. إن هذه المعالجة الآلية لطلبات وعروض العمل ستزيد من شفافية، تمكن من تقليص أجل إجابة لتوجيه طلب العمل حسب المؤهلات المطلوبة من طرف المستخدمين كمرحلة أولية. أريد التنويه في الأخير أن مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعمل على إطلاق من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل خدمات عن بعد لفائدة المستخدمين وطلب العمل، تضاف إلى خدمة التسجيل عن بعد المتوفرة حاليا، وذلك قصد التقريب والتحسين الخدمة العمومية لفائدة المستخدمين. وهذا ما يتماشى مع هذا التعديل المعروض على سيادتكم، والذي من شأنه أن يزيد من المرونة والسرعة في معالجة العروض العمل وتمكين المستخدمين وطالبي العمل من استفادة، إلى خدمة تسمح بإعطاء دفع لوتيرة التنمية وخلق الثروة. أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.